لان المفهوم دوت برضه ما فيهوش كود جديد على فكره، بس هو مفهوم اسمه الكود بروفيسور. مفهوش ايه يا دكتور؟ معلش. ما فيهوش كود برضه، ما فيهوش كود جديد يعني جديد. هو مفهوم اساسي في كل لغات البرمجه يعني، ويعني تعدد الاشكال، ويعني تعدد الاشكال الاماكن يعني الفيزياء، وليه علاقه بالانهيرتنس. عشان كده بحب اخليه ورم على هنا. يقول لك the word polymorphism means having many forms، يعني معناها ان عندك اكتر من شكل. بيقول لي في البرمجه البولمورفيزم means same function name، يعني نفس الفانكشن but different signatures. او being uses for different types. يعني ايه الكلام بقى ده؟ different signature، different signature ممكن تودينا الاوفرلودنج. لكن خليكم معايا اوريكم مثال على البولمورفيزم. هو الصوت بيقطع من عند حضرتك يا دكتور ولا من عندي برضه؟ انا اعتقد من عندك، لان لما بيكون من عندي بيديني اشاره ان الانترنت ضعيف. انا ما بحسش ان النت عندي وحش غير في الميتنج، مش عارف بيطلعني كده بس. ما هو طبعا عشان الميتنج بيبقى فيديو واوديو وبتاع، لكن لو طلع لي كنت شغال على الزوم كده علامه خفيفه كده شفافه في النص مكتوب عليها ان الانترنت ان ستيبل. طب ايه الرينج الحلو في النت يا دكتور عشان اشغل ميتنج كويس؟ ممكن حضرتك بتقول لي يعني او تكتب لي على الشات. هو ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى بس يعني لما تلاحظ كده ان هو ان ستيبل، يعني في الموبايلات اللي في الشقه ولو في اجهزه العيال ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتاخد الايه؟ بتحرق نت كتير وانت محتاجاها في الوقت ده. فاهماني؟ يعني ممكن يكون طيب الانترنت كله عند قوي، يعني ممكن يكون الانترنت عند شخص قوي اصلا و100 100، بس الاستخدامات اللي جنبيه مخليها ايه؟ موقعه النت. فاهمني؟ طيب انا هتكلم على البولمورفيزم. اللهم صل وسلم وبارك على البولمورفيزم، تعدد الاشكال. ماشي. لو انا جيت قلت كلاس كلاس 1، خد بالكم من القضيه دي، بس لعبه بسيطه بس يعني ايه شغاله حلو. جيت قلت عامل فانكشن جواها، عامل ديفاين فانكشن ماشي، بتريتيرن ترجع لي كلمه كلاس 1 بس اي امبلمنتيشن ماشي. وجيت كنت عامل كلاس تاني سميته كلاس 2 بس ده بيورث من كلاس 1 ماشي. عايش يا شباب؟ نعم. وانت عامل اوفر رايدنج للفانكشن وقت بتريتير كلاس 2 او اي حاجه ثانيه ماشي. خلصنا من التو كلاس. وجيت قمت عامل ايه بعد كده؟ فانكشن براهم خالص، هديفاين فانكشن سميها مثلا برين فانكشن فاليو، فانكشن اسمها كده برنت الفانكشن فاليو او برنت الفان فاليو. ايه اللي بتعمله الفانكشن دي؟ بتاخد منك اكس، بتاخد منك ايه؟ اكس، اكس ده اي حاجه. كل اللي هتعمله ان هي تعمل برنت اكس دوت فان اكس دوت ايه؟ اكس دوت فان.
يعني معنى كده ان الاكس اللي هتتباع هنا دي لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها فانكشن، صح؟ والا هيضرب، والا هيضرب. جيت بره بقى خالص قلت النادي انت عامل بقى ايه؟ سي 1 بتساوي 3 ام، امال سي 2 بتساوي ايه؟ كلاس 2، ماشي؟ مش هنادي بقى من سي 1 على فانكشن وانادي من سي 2 على فانكشن، ولا لا مش هعمل كده، مش هعمل كده. امال هعمل ايه؟ لما نادي على برنت فان فاليو قال لي ابعت لي اكس، قلت له سي 1، خلينا هنا ايه اللي هيحصل؟ سي 1 هو عباره عن كلاس 1، لما برنت فان فان فاليو بعت له سي 1 فالاكس الوقت هيبقى هو ايه؟ سي 1 هتسقط مكان الاكس، صح؟ فاكنك قلت سي 1 دوت فانكشن، فبالتالي هيرتن ليك كلمه كلاس ايه؟ كلاس 1، فالمفروض اللي تطبع كلمه كلاس ايه؟ كلاس 1، صح؟ معايا؟ واصله دي ولا فيها مشاكل؟ نعم واصله. حلو. لما اجي اقول له برنت فان فاليو بس بعت له سي 2، فسي 2 ده كلاس 2، صح؟ كلاس 2. وبالتالي لما اروح على سي 2، لما اروح على سي 2 هتبقى الاكس بتشاور على سي 2، واما تيجي تنرع على الفن بتاعتها فهتشغل ريتيرن كلاس 2، وبالتالي هتطبع كلمه كلاس ايه؟ 2. كلاس 2 جاب كلاس 1، جاب كلاس ايه؟ كلاس 2. فين بقى هنا البوليمورفيزم بقى؟ كنت ده كنت عارف البوليمورفيزم، قال لك البوليمورفيزم ان الفانكشن دي كل مره بقت بتشتغل باسلوب مختلف رغم ان الكود بتاعها واحد. مره نادت على الفن اللي موجوده جوه كلاس 1، ومره نادت على الفن بس اللي موجوده جوه كلاس 2، مع ان الكود اللي جواها ما اتغيرش. ان الكود اللي جواها ما اتغيرش، فدي بنسميها بوليمورفيزم. تعدد اشكال، هي لكنها شغاله بشكل واحد بس هي فعليا بتشتغل بكل شكل. على حسب بقى الانهيرتنس اللي عندك وكم كلاس وارث من الايه؟ من الاصل اللي فيه كلمه فن. فبالتالي انت ما عندكش اي مشكله، فاي حاجه تتبعت تبع عمنا في عمنا كلاس 1 مش هتبقى. واحد يجي يقول لي انت الله، ما انا ممكن ابعت لها اي كلام. يعني مثلا ممكن اعمل كلاس جديد اسمه كلاس 3، ولا وارث ولا اي حاجه، وما فيهوش فن. دي في فن 1 مثلا، لكن ما فيهوش فن. بيريتير كلاس ايه؟ 3، صح؟ وبالتالي لو انا جيت عملت سي 3 من كلاس 3 وجيت ناديت وبعت له سي 3، ايه اللي هيحصل؟ هيبوم طبعا، هيضرب مني ليه؟ لان يجي على سي 3 دي ويجي نادي على فن، لان سي 3 هتبقى الاكس والاكس يجي نادي على فن مش هلاقي فيه فن اصلا، صح ولا تضرب. هيطلع ايرور، لو جينا رنينا هيطلع مشكله ايرور لان مفيش فن. فاصل البوليمورفيزم ان هو ممكن بس، ممكن بس. فاكرين الاسيرت كنت بديله كونديشن، صح؟ مظبوط؟ ايوه نعم. مثال ثاني عشان عايز احافظ على اصل المثال البسيط اللي هو بدون تعقيد، اللي هو من غير التلاته ده خالص، اللي هو بس فكره البوليمورفيزم العاديه، ماشي؟ بعد كده انا هعقد فيها شويه، مش هعقد، هطور فيها شويه عشان كلمه تعقد دي وحشه، خلينا في كلمه تطور، كلمه حلوه.
اللي انا عايز اقوله مظبوط اشتغلش بسرعه. رجعت ده فممكن اجي نوم قال لي اسيت صح؟ يعني اكنها اف ها؟ كان عندنا حاجه اسمها از سب كلاس فاكرينها؟ نعم. هل اكس از انستنس انستنس؟ انا والله اخترت على الامر. خلاص مشكله. عليكم المقصود ايه؟ عشان اللي بس وان كلاس ماشي. Easy instance. كان اسمها easy instance off ولا easy instance؟ انا والله مش تعبت من ابوك يعني معلش. easy instance بس. easy instance. يبقى لو رجعنا للاصل اللي احنا كنا كاتبينه ايوه بدل ايه السب كلاس احنا مش سب اصلا هو مش سب هو يعني ده مش كلاس اصلا ده الاكس دي اوبجكت صح؟ الاكس دي جايه لي ايه؟ جايه لي اوبجكت وقال لي فوز بس هنا الايرور ده ليه؟ طبعا الايرور ده الاساسي ده طبعا هو مش هيعرف ينادي على دي الايرور ده احنا عارفينه ما فيهوش مشكله صح؟ بس مش ايرور يعني بس انا عايز اقول ايه لما بعت له كلاس 1 خد بالك ده ايه؟ از انستنت فبعت له كلاس 1 جاب ترو لاول مره لما بعت له كلاس 2 جاب ايه؟ جاب ترو برضه صح ولا ايه؟ معايا ولا مش واضح؟ نعم دكتور صحيح يعني الحالتين يعني الاصل والوارث صح؟ الاثنين جابوا ايه؟ جابوا لي ترو الاثنين بيجيبوا لي ترو مفيش فيها مشكله يعني والابن كل ده بيجيب لي ترو. طيب. ثلاثة ده كان بيجيب لي فولس، يعني لو فاكرينه كده وبص شايفينه؟ ثلاثة ده كان بيجيب لي فولس وبعد كده يضرب طبعا لأن مفيش فن. بيضرب لأن مفيش إيه فن. لو ثلاثة ده وارث من اثنين من كلاس 2. عارفين الطريقة دي صح؟ لما تيجي ترن كان هيجيب لك ترو، يعني عايز أقول إيه؟ از انستنس الابن وابن الابن وابن ابن الابن ما عندوش مشكله. ما عندوش ايه؟ ما عندوش مشكله صح؟ يعني طالما هم وارثين من وارثين من وارثين من وارثين ما عندوش مشكله. وبالتالي انا عشان اعمل البوليمورفيزم بشكل احترافي اعمل ايه؟ او جاي هنا قايل له ايه؟ اسيرت ان الاكس ايا كانت ايه هي؟ ايا كانت إيه لو هي انستنس من كلاس 1 برين غير كده الفانكشن ما بتشتغلش فبقى معنى الكلام بقى معنى الكلام لو انا عندي الكلاس اللي هو كلاس 4 كلاس 3 ده زي ما هو وارث من 2 بس برضه فاكرها ان مهما ورث مفيش عايز نست يعني في المالتي ليفل شغال ايز انستنت شغال لكن اربعه ده خلي يبقى فانكشن اربعه وخلي يبقى فانكشن ثلاثه عشان يبقى اربعه ده مش وارث من حاجه ده الوحيد اللي مش وارث من ايه؟ من حاجه وبالتالي لو جيت قلت سي 4 بتساوي كلاس 4 دكتور غير الريتير نعم كلاس 4 ريتيرن كلاس 4 ماشي مش تفرق بس هي عشان شكلنا احنا بس نبقى فاهمين الموضوع بس تمام هنا ايه اللي حصل بقى يا شباب؟ دي اخر حاجه اقولها في البولمورفيزم والبولمورفيزم ان شاء الله صح
الفانكشن دي لما تاخد كلاس واحد شغال، تاخد كلاس اثنين شغال، تاخد كلاس ثلاثه شغال، وتطلع النتيجه زي الفل. فده معنى كلمه بوليمورفيزم، خلصنا ان شغاله باكتر من شكل، شغاله باكتر من شكل، هي شكلها واحد بس هي شغاله بمليون، شغاله على كل حاجه، مفيش مشكله عندها. لكن لما يجي لها حاجه مش من ضمن الاطار بتاعها ما بتاخدهاش، هي بتشتغل بس على كل كل الكلاس 1 وما يرس منه. فالظاهر ان هي حاجه واحده بس هي في الحقيقه حاجات كتير، بس هي في الحقيقه حاجات ايه؟ حاجات كتير. لما اجي ارن قال لي هضرب بس في كلاس 4 لان ما فيهوش فن. المفروض ما يبقاش ديستنس من واحد. المفروض ما يبقاش ديستنس من واحد. ازاي عمل كده؟ قال له سيرت هو بس يكون يعني اجل تساوي ترو فاهمين؟ يعني بص لازم يكون الاقليه بتساوي برضه مش قابلها ده الكونديشن بتاعي. ما هي دكتور الانستنس بترجع ترو او فولس يعني مع بحكي نعم بحكي الاز انستن هي اوريدي بترجع ترو او فورس ليمين الاز انستنس ايه معلش مش سامع صوتك بيقطع قادر استوعب الانستنس بحكي دكتور انه بترجع فولس او ترو از انستنس مظبوط وبالتالي كانت المفروض ان هي بتطبع لما جربنا الطباعه لما تيجي عند اربعه بتعمل ايه؟ تطلع لك فولس صح؟ نعم صحيح يعني نجربها كده اللي حصل في انديكيشن فوق فولس هي اخر واحده ايه؟ اللي هي اللي نعم. رقم اربعه صح؟ جابت لي ايه؟ جابت لي فولس جابت لي فولس طيب دلوقتي مشكلتنا فين؟ احنا كنا عاملين او الغلطه اللي حصلت معانا فين؟ الغلطه اللي حصلت معانا ان احنا مشترك كنا بنقول له الاس انستنس لازم تكون بتساوي ترو صح؟ الاز انستنس تكون بتساوي ايه ترو والا ما احناش عايزين الامر يتنفذ يعني صح؟ فاهمين الفكره ولا مش معايا؟ لا معايا دكتور صحيح بس هو علق معانا واي السيشن ايرور كنا المفروض كده كانت صح احنا قلنا الاسيرشن طيب مش مشكله انا ما اعرفش هي المفروض كانت تبقى كده معايا الديب كود فقط هو اللي بيطبع له الفانكشن صح؟ وده ما بينفذش ماشي مش عشان بس ما نقعدش بتاع وقت سبتو لنا ايه؟ ليميت تمام يعني كده انا بس وقفت السطر ده ما يتنفذش الا لما اتاكد ان هو تابع للكلاس 1 تابع للايه؟ للكلاس 1 فاهمني؟ نعم وبالتالي الكلاس 1 ده طبع كلاس 1 كلاس 2 طبع كلاس 2 كلاس 3 دي اكيد احنا غلطانين كلاس 1 2 3 كلاس 1 و 2 و 3 و 4 لان كلاس 3 ليه طبع كلمه كلاس 2 لان هو ما عندوش اصلا فانكشن اسمها فن فبالتالي اخذ